كلها يا ابن الحلال. لازم يعمموا تعبان. بص عايز مش وامسك يا سيف، امسك ده جاكيت. بس كله ما يبعد من حواليه بس عشان ما يتنفس. النور كده كويس ها؟ شايف حد تاني في حاجة يا جماعة غير لا اما اذا هو ليه راي يروح مستشفى انا تحت امره. انت مضرب على الطعام بقالك قد ايه؟ يعني تقريبا 3 ايام الا 6 ساعات. 3 ايام الا 6 ساعات؟ لا الحمد لله يعني، بس في شويه دوخ كده احيانا. ساعات بيبقى في رعشه في الاطراف يعني. نور محلاوي، انا ممثل حركه طلاب الساعات المعتمده في هندسه القاهره. الناس ديت عندهم شهيد كريم خزام، المفروض ان اداره الجامعه تحس بيهم. الوضع ان داوود مضرب من يوم الاربع، كمان 6 ساعات من دلوقتي هيكون داخل على اليوم الثالث. داوود دلوقتي في حاله اعياء، ما شربش غير ميه من يوم الاربع. طلبنا له الاسعاف. داوود تعبان جدا. إدارة الجامعة اكتفت إن هي تبعت إيميل هزلي الحقيقة، يعني إيميل يعني فعلا أكنها بتقول للطلبة اخبطوا راسكم في الحيط. الموضوع ده غير مقبول خالص. الطلبة ديت ليها حق وما عملوش حاجة غلط. لازم كل الطلبة تعرف إن الطلبة ديت ليها رسالة، والرسالة ديت مش هتقف عند الجامعة الألمانية بس، دي هتوصل في كل جامعة تانية، ولازم إن إحنا فعلا نتضامن ونشارك معاهم حتى لو نقدر بساعة واحدة في اليوم.
من شوية داود الطالب الرابع المضرب عن الطعام النهاردة عشان مطالب الجامعة الألمانية لسه دلوقتي تعب أغمى عليه. طبعا الموضوع من داود محتاج شجاعة انه يضرب عن الطعام. يضرب عن الطعام لداود في سبيل مطالب انا شايف ان هي المفروض تتنفذ من اول يوم احنا طلبنا بيها. اعتقد ان المتحمل مسؤوليه الاضراب ده مش داود، اداره الجامعه الالمانيه اللي مصره لحد دلوقتي ان هي تقريبا مش معبرانا اصلا. حتى الايميل النهارده اللي نزل من الجامعه ايميل ملوش اي لازمه، في كلام اقرب الى الكوميديا. اعتقد ان لو حصل حاجه لداود لا قدر الله هيبقى ذنب في رقبه الاداره. كل واحد في الاداره، كل واحد مسؤول ان هو عرض الطلبه والناس اللي نايمه في البرد دي ونايمه على الرصيف. انا ليا كلمه قلتها في المظاهرات في الجامعه، اردتم شعبا بلا عقل واردنا دوله بلا جهل، واردتم شعبا بلا صوت واردنا دوله بلا صمت. وان شاء الله الحريه جايه لابد ان شاء الله.